واشنطن تخير بكين وتدعوها إلى أن تكون قوة سلام حقيقية في الحرب الأوكرانية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب الصين بالتوقف عن دعم روسيا في هذه الحرب، معتبرا أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتوقف إذا ما أراد الرئيس الروسي ذلك. فيما يخص وثيقة السلام الصينية كما قلت وقال مسؤولون أمريكيون أخرون إنها تتضمن عناصر إيجابية ولكن إذا كانت فعلا صادقة في مسعاها فلا بد أن تراعي سيادة أوكرانيا لأنها على مدار عام سابق ساعدت في سقوط سيادة أوكرانيا على أراضيها إنها تساعد روسيا في الحرب وتقدم لها العون العسكري خلال غزوها لأوكرانيا الصين أمام خياران إما أن تكون قوة سلام أو تمضي في سكب المزيد من الزيت على تلك النيران المشتعلة حاليا بالتزامن أيضا مع استبعاد بلينكن إمكانية لقاء نظيريه سواء الروسي أو الصيني خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند أعلن مسؤول أوروبي أن الاتحاد لن يدعم أي بيان في مجموعة العشرين لا يدين الحرب الروسية في أوكرانيا ودعا المسؤول الأوروبي الهند إلى اللعب دور للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضرورة وقف حرب أوكرانيا بدوره أكد وزير الخارجية الهندية أن الاجتماع سيركز على أزمة أوكرانيا وعلى سبل مكافحة الإرهاب دون أن يتحدث عن إدانة روسيا للمزيد ينضم الينا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي مجدي اذا التوترات الصينية الامريكية لا تزال مستمره وربما تعكسها حتى تصريحات وزير الخارجيه الامريكي اللي قبل توجهه الى الصين المشاركه في قمه المجموعة العشرين كان في جوله في دول اسيا الوسطى فيها اكثر من رسائل وضمن المجال الحيوي سواء لروسيا او لا للصين ماذا في التفاصيل وربما في ابعاد هذه التصريحات من بلينكن في هذه الاجتماعات ايمان في التفاصيل لا شك ان التوتر ومستوى التوتر ما بين بكين وواشنطن اصبح مرتفعا بشكل غير مسبوق قد يكون، لان عندما يكون المسؤول الدبلوماسي الاول في الولايات المتحده الامريكيه وهو وزير الخارجيه انتوني بلينكن يتحدث بهذه اللهجه القاسيه والحاده والصارمه وبشكل علني لوسائل الاعلام عن الصين، هذا يعطي مؤشر اساسي ورئيسي بان العلاقات وصلت لمستوى من التوتر كبير وكبير جدا، يخير اليوم بلينكن الصين ويقول لها لا يمكن لها ان تختار مسارين متناقضين وتسير فيهما بنفس الوقت وفي آن معا، يتحدث لا يمكن لها ان تعرض خطه للسلام بخصوص الازمه الاوكرانيه ومن جهه اخرى يشير الى تقرير تقارير الاستخباراتيه الامريكيه ان بكين على وشك تقديم سلاح فتاك لروسيا في هذه الحرب مع اوكرانيا ويحذرها من عواقب بعد ذلك ايمان ويقول انها لو فعلت هذا الامر بالتحديد ولو ثبتت التقارير الاستخباراتيه الامريكيه وقامت الصين بتنفيذ مثل هذه الخطوه فان العقوبات الامريكيه لن تتأثر تاخر مطلقا سواء على شركات صينيه او افراد صينيه، هذه قد تكون تصريحات غير مسبوقه بهذا الشكل العلني وبهذا الشكل الحاد والصارم وعلى ما يبدو ان اللقاء الاخير الذي جمع بلينكن بنظيره الصيني لم ياتي باي نتائج حقيقيه ملموسه على الارض، مستوى التوتر مرتفع والحديث لا يقتصر فقط على الازمه الاوكرانيه، ايمان بعد ذلك لك ان تتحدثي عن تايوان، عن ازمه المنطاد، عن تيك توك واخيرا كورونا. نعم بالتأكيد شكراً لك مجدي يازجي مراسلنا من واشنطن على هذه الإيضاحات